رجل يقول: زوجتي تعمل طبيبة، وحالنا والحمد لله مستقر عاطفيا وماديا، ولزوجتي زميلة لا أتفاءل بحضورها إلينا، فكل مرة تحضر لا بد وأن يحدث لنا شيء، إما لي أو لزوجتي أو لأحد أولادي، وبعد خروجها من عندنا لا بد وأن يحدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وهي في الكثير من الأحيان تقتحم علينا البيت للزيارة، فهل نطردها أم ماذا نفعل؟ من حق الزوج أو أي إنسان ألا يسمح لأحد بزيارة بيته إذا تحقق أن في هذه الزيارة ضررا، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، وعلى الزوجة أن توافق زوجها في ذلك مهما كان من صلة بينها وبين من يزور البيت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والاستئناس هو الاستئذان، إما بطريق مباشر كدق الباب عند الحضور، أو غير مباشر بالتليفون قبل التوجه للزيارة، بمعنى أخذ ميعاد للزيارة، وقد تكون هناك أعذار أو أوقات لا تستحب فيها الزيارة. وإذا اعتذر صاحب البيت عن قبول الزيارة سواء عند دق الباب أو أخذ الموعد بالتليفون، فينبغي قبول العذر للزائرة وعدم التضرر من الرفض، وهذه التعليمات المذكورة في القرآن هي أطهر وأحسن في تنظيم العلاقة الاجتماعية. وبخصوص السؤال، ينبغي أن يقول الزوج لزوجته: أخبري زميلتك بأن تستأنس وتحس بالجو قبل المجيء للزيارة، ولتكن مقابلتها لها في مكان آخر غير البيت لظروف لا تسمح بالزيارة، بمعنى أن يكون منع الزيارة بأسلوب مهذب بقدر الاستطاعة. وعلى الزوجة ألا تتضرر من رفض زوجها لزيارة هذه الزميلة أو غيرها حتى يدوم بينهما السكن والمودة والرحمة التي هي من نعم الله في تشريع الزواج، والله أعلم.